هنا في قهابه القمة الموعودة ما بين الفريقين، ولأنها موعودة تأتي من خلال فرصة أولى ومن فينات ليفربول في هذه اللحظات. جاكبو في كرة في تسديدة لكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة. تأتي من خلال فرصة أولى ومحاولة أولى للجنرز في كرة من أجل هدف الأول في كود. الكرة في اليمين، هندرسون عنده كرة عرضية ترسل، محاولة من المدربين، ركلة ركنية للجنرز في كرة في تمريرة في نقلة، كرة ما زالت للجنرز خطيرة تأتي. الله في وقت الحديث عن الأمجاد هم يريدون مغلقية. بوكايو ساكا يرسل كرة عالية لافة لكن أليسون في التصدي، بعد ذلك زميلة في أبريل مارتينيلي زيتشينكو، لكن أليسون في التصدي، أليسون في الإبعاد، أليسون في حير. ساكا يحاول، ساكا والعرضية خطيرة تأتي الثانية، يضيع الهدف الثاني، يضيع. كاد الأرسنال أن يفعلها من جديد، كاد الأرسنال. فابينيو في تمريرة في نقلة جميلة، روبرتسون ضاعت مميزة إلى أرنولد، أرنولد والعرضية خطيرة للريدز ولكن إلى خارج الملعب. ركلة في كرة عن طريق جابرييل، مارتينيلي والعرضية، جابرييل الله 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 الله، متعتهم لا تموت، كبرياؤهم لا يجرح، أحلامهم لا تنكسر، هذا هو الأرسنال في هذا الموسم. نعم ريدز ممتازة، تمريرة إلى قصلة في فرصة للتقليص، جول. ضاعت الكرة الماضية في غفلة مصلحة الجنار. زوديغارد يرسل كرة عالية لكن أليسون في التصدي، تفيد ساكا يرسل كرة لافة، بعد ذلك راسية من جانب، تدخل كان شرعي من جانب إبراهيم كوناتي، عادت من أليسون لكن خطأ هناك موجود، كان تشاكا وأرنولد، تدخل كذلك من إبراهيم كوناتي. بورتس في كرة بالكعب ممتازة جميلة خطيرة للتعادل، صلاح مو عنده كرة، صلاح وعرضية ترسل بينما هناك أكو، صلاح خطيرة تأتي من أجل التعادل لكن ضاعت الكرة الماضية. أي ضغط يمار أول، بينما هنا أرسل في كرة، زينشينكو يحاول من أجل، يبحثون عن منافذ عن مدخل للوصول إلى رمز الهون في تمريرة، جاكبو في كرة، صلاح في انطلاقة في تسديد، كرة منقولة عالية، راسية تحضر، الخطورة ما زالت وسقوط هنا، يأتي القرار بعد في التعادل. صلاح ضاعت على ريدز لتعطي لاتس، جونز عنده كرة، فابينيو في تسديدة قوية صدمت في جاكبو لتعود مرة في هذه اللحظات، لكن هنا بوكايو ساكا، فابينيو والتدخل كان موجود في اللحظة الماضية. غير 5 دقائق الأخيرة من الشوط الأول، فابينيو في كرة، روبرتسون والعرضية، صلاح في الاستلام، هذه جول، هذه جول، كرة محاولة لمصلحة فريق ليفربول، فرصة تأتي أرنولد إلى روبرتسون يتركها، كرة منقولة على فيرجيل فان دايك، أرنولد في الاستلام، أرنولد في العرضية خطيرة، تقدم وصلت من الطرف الأيمن، هندرسون وكرة خطيرة ترسل، داروين نونيز راسية من جديد، راسية جاكبو، دائما ما أردد لأنها واحدة من أهم المباريات من دوري أبطال، كرة محمد صلاح والتمريرة، هندرسون عرضية خطيرة تأتي صلاح، الركلة الحرة منقولة، كرة داخل منطقة الجزاء، أكب اتجاه أوديغارد، أوديغارد، كرة لأرسنال، مارتينيلي لكن فيرجيل، تياغو والعرضية من جديد، الراسية من من؟ فيرجيل فان، مارتينيلي راح، مارتينيلي خطيرة تأتي، الله، يحاول فيها صلاح لكن مقطوعة من جرانيت شاكا إلى طريق داروين نونيز، يرسل الكرة لكنها بتعود من زينشينكو، نونيز عرضية ترسل عالية، تغطية موجودة، صلاح في دس من خلال هذه التغييرات، كرة وصلت باتجاهية صلاح، طالت جميلة رائعة، بوكايو ساكا عرضية لمن طالت، تمريرة عن طريق صلاح ممتازة إلى داروين نونيز، نونيز ماذا اهدرت يا نونيز، ماذا
يا سلام على مرور ممتازة رائعة.